الحمد لله طبعا بنحمد ربنا ونشكر فضله. مكسب مهم النهارده على فرقه محترمه زي فرقه فوتشر مع مدير فني على اعلى مستوى، مجموعه لعيبه على اعلى مستوى، و بيأدوا بشكل محترم جدا في جدول الدوري، تاني جدول الدوري بلا هزيمه حتى النهارده، فدي حاجه تحترم. بحيي عليها الكابتن علي ماهر، مدرب محترم وصديق وصديق عمري وجيلي. النهارده طبعا احنا كان عندنا شويه حاجات، جايين من فتره صعبه جدا 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 جدا، الزمالك بيمر بمرحله صعبه جدا كان في جدول الدوري وفي عمر المسابقه، وبالتالي كان ضروري جدا ان احنا نشتغل على حاجات كتيره جدا خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا، منها الجوانب المعنويه اللي كانت تساعدنا النهارده، ويظهر الشكل والروح واصرارهم على الخروج بالمباراه بمكسب، برغم ان احنا اشتغلنا الشوط الاولاني بشكل كويس جدا. كان عندنا اكتر من فرصه في الشوط الاولاني، لكن ربنا ما حلفش فيها التوفيق، لكن وفقنا في الاثنين اللي احنا جبناهم. الشوط الثاني كان فيه استحواذ بشكل محترم وضغط منظم من فريق فيوتشر، لكن احنا الحمد لله تعاملنا بشكل برضو منظم تكتيكيا داخل الملعب، وقدرنا نخرج بالمباراه برغم من اصعب المباريات اللي هتلاعبها. الحقيقه ان انا بقى عندي مشكله كبيره جدا ان كل المباريات اللي انا هلعبها هتبقى مباريات صعبه، لانك بترجع من حته بعيده جدا، انت بقالنا سنوات كبيره جدا ما كناش فيها، كنا انت تبقى خامس الدوري النهارده، وبعدين معرفش النتائج عملت ايه، لكن البونت النهارده بيفرق، لان انت مش تاني الدوري ولا اول الدوري، فانت متعود على حته بقالك سنتين ثلاثه فيها صراع، الصراع ده انت بعيد عنه السنه دي. فكل مباراه من المباريات المهمه على الدوري تبقى مهمه بالنسبه لنا، ثلاث نقاط. الاهم من كده كمان ان احنا مش عايزين نسبق الاحداث، لكن الدفعه المعنويه اللي هناخدها في مباراه الدوري دفعه مهمه جدا لبدايتنا في بطوله افريقيا. عندنا مباراه يوم 6 مع فاركو، وبعدين يوم 10 مع شباب بلوزداد، ودي مباراه من المباريات اللي انت لازم تكسبها ما تلعبهاش. نادي الزمالك دلوقتي عايز يلعب مباراه يكسبها ما يلعبهاش، بعدين نشوف بقى بعد كده بعد المكسب ممكن يتلعب كوره ولا لا. الحقيقه من النهارده لعبنا كوره الشوط الاولاني، وده كان بيحصل كتير في الفترات اللي فاتت، ان احنا ساعات بنلعب كوره بشكل كويس، من ضمنها مباراه المحل حتى اللي احنا اخفقنا فيها وخسرنا فيها 2-1، كانت الشوط الثاني لعبنا بشكل كوره كويس. ف انا بشكر اللعيبه، لكن لسه بقى الشكر هيبقى موصول، عشان احنا عندنا زي ما بيقولوا مشوار صعب جدا جدا جدا. بشكر جمهورنا طبعا اللي بنشكره قبل اي حد، ان هو جاي ومساند واحنا في الظروف دي، هو ده عدد جمهورنا ان هو يقف ويساندنا. فمره ثانيه وثالثه النهارده مكسب مهم تكتيكيا، الشوط الثاني اللعيبه نظمت نفسها تكتيكيا، التغييرات اللي انا غيرتها كان عندي حيرة في التغييرات، علشان المجموعة اللي موجودة في قلب الملعب بتأدي بشكل كويس، ومش هعمل تغييرات عشان هي تغييرات، ومش هعمل تغييرات عشان هو عدد للتغييرات وخلاص. فأي تغيير هعمله يكون إضافة للفرقة وبحافظ على شكل الفرقة، عشان كده تغييراتي في تغييرات كانت متأخرة، وفي تغييرات للمحافظة على الشكل التكتيكي في داخل الملعب. كابتن اسامه احمد علي موقع الميدان، الف مبروك على الفوز النهارده على توليد مسيره نادي الزمالك. شكرا. سؤالي عن اسباب تراجع مستوى الزمالك في الشوط الثاني وعدم مشاركه احمد في الطرق. هجاوب من الاخر، احنا لما رجعت انا في بعد الفتره اللي فاتت دي كان فتوح بعيد عن التمرينات بصفه جماعيه. خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا احنا اشتغل معانا بصفه جماعيه، وانا كان في اتفاق مع فتوح ان هو هنجهزه جماعيا، لان كان هو بيشتغل شغل فردي، وبالتالي الشغل الفردي ما يقدرش يشتغل مع الشغل الجماعي اللي انت شفته النهارده. فقعد فتره كبيره جدا، اكثر من 17 18 يوم فردي، وكان من الصعب ان انت تشركه النهارده في الشغل الجماعي. فكان في اتفاق مع فتوح ان هو ان شاء الله على مباراه فاركو باذن الله يكون جاهز، يبقى خد عدد وحدات تدريبيه او عدد ايام معانا في التدريب الجماعي، نوصل ل 10 ايام عشان يبقى جاهز فنيا وبدنيا جماعيا في مباراه فاركو ان شاء الله.
ده بالنسبه للشق الاولاني. تراجع نادي الزمالك في الشوط الثاني زي ما قلت لك، احنا لعبنا مباراه تكتيكيه الشوط الثاني، عرفنا نقفل مساحات داخل الملعب، كان في خطوره من فريق فوتشر، لكن تعرف الفرقه بتمر بمنعطف صعب جدا، وبالتالي المحافظه على المكسب خلى الفرقه تتراجع بالشكل اللي انتوا شفتوه، فده وضع طبيعي جدا وانت بتحاول تطلع من المباراه بمكسب يكون في حذر شويه في الحته الدفاعيه يعني. علي خلاف موقع الفجر، اولا مبروك كابتن اسامه وان شاء الله بالتوفيق في التجربه مع نادي الزمالك. شكرا. النهارده من العلامات المضيئه في المباراه هي عوده سيف الدين الجزيري للتهديف، النهارده بيسجل هدفين. عاوزين نعرف سر التحول، يعني سيف الدين الجزيري كان بقاله فتره طويله جدا واضح ان كان فيه غياب للتركيز، النهارده بيرجع وبيسجل، وخاصه بعد ماتش المحله كان فيه فرص كتير اهدرها سيف الدين الجزيري. عاوزين نعرف حضرتك يعني الحوار بينك وبين سيف الدين الجزيري كان عامل ازاي؟ رقم اثنين لو تسمح لي خارج المباراه شويه، بس جماهير الزمالك عايز تسال على موضوع امام عاشور، هل فعلا النهارده اخر مباراه ليه؟ لان كان في كلام ان امام عاشور جاله عرض. اتكلم بالنسبه لسيف الجزيري، لازم وانت شغال مع فرقه زي فرقه كبيره او اي فرقه بتشتغل في الدوري لازم تبقى عارف تتعامل مع كل لعيب على حده ازاي، وكل واحد عنده نوعيه معينه من التعامل، فسيف من النوعيه دي. سيف انا عارفه، انا اشتغلت بقالي يمكن هنا سنتين، سنه مع كارتيرون وسنه مع مستر فريرا اللي طبعا بكن له كل حب وكل احترام وتقدير كبير جدا، اضافه كبيره طبعا لاي مكان واضافه كبيره من الزمالك، وبالتالي كان لازم اشتغل عليه لان انا شفته انا عارفه امتى لما ما يكونش موفق محتاج ايه. عاده بيبقى محتاج شويه شحن معنوي، شويه كلام كويس، وسيف بيستجيب لده بسرعه، فكان الموضوع ببساطه جدا تدي له كلمتين زي ما بيقولوا معنويا بشكل كويس تحسسه بقيمته، لعيب كبير عن لعيب منتخب تونس راح كاس عالم، ما حلفوش التوفيق ان هو يشارك، لكن ده بالنسبه لسيف الجزيري. لكن الموضوع مش بره اطار معنويا بس، تعرف اللاعب العربي بصفه عامه واللاعب المصري، بس مجرد ان انت بتشتغل شويه على معنويات يقدر يطلع منه حاجه كويسه احسن من اللي عنده. بالنسبه لامام عاشور انا طبعا انا سامع وعارف ان في عرض، وعرض كبير، وعرض باللي احنا بنسمعه ده عرض خيالي يعني اوروبي ولا خليجي؟ اوروبي. وبالتالي لما يكون في عرض خيالي اللعيب ما تقفش قدام طموحاته اذا كان هو عنده طموح، فامام اتخيل ان هو عنده طموح فمش هقف قدام امام وطموحاته، لان امام بالنسبه لي زي يوسف زي نيمار زي كل اللعيبه، تزعل قوي لو جه اللعيب عرض كبير كده وانت وقفت في سكته. انا معرفش العرض الديل ده هيتم او مش هيتم، لكن انا بصفه خاصه بشوف الموضوع من المنظور ده. خليل الصنداطي موقع تيم، مبروك كابتن اسامه تواجد الاداره الفنيه، ومبروك فوز معنوي ومهم لنادي الزمالك والجهاز الفني زي ما قلت في المؤتمر الخاص بالدوري في المباراه المقبله. الزمالك يمكن رغم ان فاز لكن ظهر عنده بعض المشاكل، خاصه جبهه عمر جابر اللي كان بيحاول علي ماهر او فيوتشر يستغلها، عمليه الضغط الفني والتمركز الدفاعي لنادي الزمالك في مشاكل كبيره مش من النهارده، من فترات كبيره، هتتغلب عليها ازاي في الفتره دي؟ هتغلب عليها بالشغل، هتفرج كتير على الاخطاء اللي احنا بنقع فيها، احاول اصلحها بقدر كبير من واقعيه، وانا هي دي المجموعه اللي انا هلعب فيها. انا بالظبط النهارده كان معايا 22، مفيش حد تاني بره غير شيكابالا والونش، هما دي المجموعه اللي انا هشارك بيها محليا وافريقيا. يوسف حسن طبعا من منتخب الشباب، لكن انا بكلمك على اللعيبه اللي هي مقيده افريقيا، اللعيبه الكبار اللي هم في التيم. كابتن مسامع، معنى كلام حضرتك ان مفيش صفقات؟ انا بشتغل دلوقتي، يعني انا كلامي دلوقتي على ارض الواقع، لحد ما يخلص يوم 31 انا عارف ان في شغل، في شغل قوي جدا، شغل جامد جدا، الناس بتشتغل في اكتر من اتجاه على اكتر من عنصرين لثلاثه، وبالتالي انا بكلمك في وانا قاعد هنا دلوقتي، بعد يوم 31 اتخيل ال 22 على اعتبار ان هم 22، فينضم لنا ثلاثه يبقوا 25 مع عوده الونش او مع عوده شيكا ان شاء الله هيبقوا 27، نحاول برضو نشتغل بيهم المشوار اللي جاي، لكن على ارض الواقع دلوقتي في شغل، انا عارف ان في شغل،
الشغل بينتهي او ما بينتهيش، زي ديل امام عاشور زي ما احنا بنتكلم دلوقتي. انا مش عارف الديل خلص بالفعل ولا بيخلص، انا عارف ان في امور بتخلص. فلحد ما نخلص يوم 31 الساعه 12 بالليل اقدر اقول لك السكواد او العدد اللي موجود اللي احنا هنكمله. يعني من ناحيه الفنيه يا كابتن، انت موافق على رحيل امام عاشور ويبقى في ايد الاداره قرار النهائي؟ زي ما قلت لك بيكون في عرض محترم زي كده وعرض كبير زي كده، اقفش قدام اللاعب. احنا دايما وابدا